المرحلة الأولى تتعلق بإرجاع الأسلحة المتوفرة وفي حالة جيدة إلى أصحابها المعرفين، وهذا بعد إتمام التحقيق الإلزامي، فإن هذه الأخيرة غير مرهونة بتقديم رخصة الحيازة. المرحلة الثانية وتتعلق ببنادق الصيد التي يتعين استبدالها من جهة وتعويض أصحاب البنادق غير المؤهلين لحيازتها من جهة أخرى، حيث أنه بعد تقييم حالة السلاح والتأكد من عدم إمكانية إرجاعه بمالكه بسبب فقدانه أو تواجده في حالة متدهورة أو تخصيصه في إطار مكافحة الإرهاب، يتم استبداله وفقا لما يتناسب مع السلاح الأصلي. إن العديد منها كانت في الأصل لا تحمل أرقاما تسلسلية عند تاريخ إيداعها، إسداء تعليمات للسيدات والسادة الولاة بإعادة هذه الأسلحة التي لا تحمل أرقاما تسلسلية لمالكها المعرفين، فإن عملية تعريف باقي الأسلحة لا تزال مستمرة بصفة مكثفة. قد تقرر إنشاء خلية وزارية مشتركة على مستوى قطاعنا الوزاري من أجل التنسيق ما بين مختلف المتدخلين في مجال تنفيذ الإجراءات الإرجاع.